اكيد اليوم 6 رمضان 1436 سوريا حلب تاريخ 23/6/2015 مخيم الحرمين. طبعا نوزع اليوم طحين وشاي وبطاطا ولحم 30. شوفوا الحلوين هذولين، تعال انت تعال عادي. شوفوا الناس، طبعا انا ودي اقول لهم الناس شلون تاكل خبز يابس. ترى بسم الله يا ربي، يعني شكر الله على النعمه، ترى خبز يابس الناس قاعد تجفف وتاكله. انا ابغى اقول لكم يا ناس شكروا النعمه، هذه ياكلون الناس. ها حبيت انا اوجه ان الناس تشكر النعمه، خبز يابس الناس قاعد تاكله، حبيت بس الناس تشكر النعمة. ورمضان يا اخوان حافظوا على النعمة، ترى النعمة زوالة. شوفوا ايش ناس، هذه الناس مخيمات يكونها يشوفون خبز يكونها، ترى النعمة زوالة يا ناس، حافظوا على النعمة، اقول لكم والله من القلب حافظوا على النعمة. جزاكم الله خير.